من ضمن كمان القرارات المهمه تشكيل لجنه للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعه حالتها برئاسه الدكتور احمد عبد الله عضو مجلس الاداره، وده شيء مميز جدا ومهم قوي قوي. ليه؟ لان دايما مع اختلاف الفصول اثناء الدوري، يعني انت في صيف بتلاقي الملعب كويس شويه، تيجي على الشتاء تلاقي الملعب ضايع زي كده. فاكرين ماتش الاهلي والزمالك في الدور الاول مع نهايه الدور الاول واستاد الجيش برج العرب؟ كان حاجه صعبه جدا يعني. فمهم قوي ان يكون في لجنه بتتابع اعمال الصيانه والملاعب والارضيه شكلها عامل ازاي، الامور ماشيه ازاي. ده شيء مهم عشان نتمتع اكتر بالكره في مصر، لان عندنا فنيات كويسه عند اللاعبين، محتاجين بس ملاعب مناسبه وهنتمتع اكيد بكل المباريات. فدي لجنه مهمه للتفتيش على الاستادات، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. في طبعا بعض القرارات الاخرى